وجدوا وجدوا لي راسكم، وجدوا لي راسكم. تفضلي على سارة. مي قبل غندير واحد المقدمه رشيد. الا سمحتي الله على الله على ابن خلدون. تفضلي على ابن خلدونا. تفضلي على المقدمين. غادي نقول هو ان خص الناس اللي تيسمعونا ويعرفوا ان فاش كنقروا الا وكاين واحد الهدف ان نوصل واحد الميساج طبعا، باش ان لي كوبل ديالنا والازواج ديالنا ما يطيحوش في مشاكل. يعني كاين واحد العبره في النقره ديالنا. ندوزوا للعرض. العرض تيقول علاش عندك الخاتمه ولا ما عندكش؟ لا الخاتمه هي الاخرى، هي الاخرى. علاش يا ربي تختمها زوين يا ربي؟ علاش 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 هذا علاش انا كتعجبني ندير عرفتي لا ميتر اون سين. علاش اش بشويه بشويه صار عزمي بشويه. شوف ما تضربش تحت الحيزه. ما عرفت علاش ما قدرتش نكون سيريوز. الله يرضي عليك. واحد خاص يتقبل هادشي اللي غادي نقول ويفهمو وياخذ العبره. حيت حسيت براسي تطورت في النقير. اللهم لا شماته. وليت واعره في النقير. تفضلي لاله، ما هو الموضوع؟ علاش يا معشر الرجال علاش ملي كتخاسموا او كتناقروا او كتناقشوا مع المدام كتولي فيكم واحد القاعده خايبه؟ شناهي اللي ما خاصها تكون خطيره بالنسبه للكوبل جدا. ستوب ماشين. ستوب ماشين زيدي. علاش؟ كتخويو الغرفه الزوجيه وكدير فيها دافع كبير وكتمشي للصالون تنعس بالايام وبالايام وكتخلي المراه تجيب تقول لك وصافي والله يهديك وشوف هاد القضيه اللي كدير ما كدارش. علاش فيكم هاد النفس الخايبه اللي غتقدر تخرج على الكوبل ديالكم والزواج ديالكم واخا يكون كنغضبوا باسكو حنا وليدات صغيرين ما خصكمش تغضبونا. واش عرفتي شنو هي الاهميه ديال الشيء اللي تنقول؟ راه فريمون النقره ديالي اليوم مهمه بالنسبه ليا. نقول لك من بعد غادي نديروا لا سانتيز وغادي غادي نرجعوا تاع الحل. كتهزوا الكوسان وكتهزوا المانطا وكتزيدوا زعما 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 حشومه ما كدارش هاد القضيه وخرجات على بزاف ديال لي كوبل وهذه نتوما اللي كديروها ماشي حنا. نتوما وي نتوما اللي كديروها. حنا الا خرجنا من البيت كنمشيو عند الوالدين ديريكت. كنغضبوا كنمشيو كنخرجوا من الدار ولكن باش فوالا. وتصور انت راجلك بشلاغمك غادي عند والديك ما يمكنش. غاتمشي للصالون. لا ما خلينا في الصالون قاعه الانتظار. ما خاصهاش تكون هاد القضيه. ما خاصهاش تكون هاد القضيه. وباش ما كنزحمكمش عاوتاني كنخليكم تستريحوا منا عاوتاني. حتى تما عاد كتبان لكم حتى كنتخاسموا. مخاسمين مخاسمين صافي. لا العكس الغرفه كتصالح. وباش تعلمي ما تنقريش بالليل صرا عزمي. نقول بالنهار بالليل هذا ماشي سبب. هذا ماشي سبب. 8 ديال الدقائق الله يخرج هاد الحلقه ديال هاد النهار على خير.